امرأة اللي تكون من عمر مثلا نقدر نقول 22 إلى تقريبا 45 سنة، عندها 5 إلى 8 كيلو رضيع، ونفس الوقت انه متوازن، عندنا كل الفيتامينات والمعادن ومواد ضد الاكسده اللي فد مره اللي تسوي دايت تحتاجها. طبعا هذا الدايت دائما نقول انه رياضه 3 مرات بالأسبوع او 4 مرات بالأسبوع. طبعا للانسات اللي عمرهم ما مسوين رياضه، من يبلشون يسوون رياضه فهذا الشيء جدا حلو، لانه اكثر يضيعون وزن من الباقي. اوكي، فهاي اول بالنسبه لاول اسبوع اللي نحكي تقريبا من 1500 الى 1700 سعره. أسبوع راح يكون دايت اللي أكثرية أعتقد شافوه أكثر نفس الصحي متوازن، بس أكثر في ألياف، أكثر في يعني أكثر لعبت على النوعية، أكثر في ألياف وأكثر في نقدر نقول خضروات وفواكه. نجي على الدايت اللي يشبه مثل أول أسبوع، لأنه نريد نرجع الشخص على مود يحافظ على الوزن، تثبيت الوزن، على أساس إنه الشخص بعد هالشهر إنه ضيع وزن، فقدان الوزن صار، لا يأخذ كثير وزن، أو حتى لو يأخذ كيلو اللي هو راح يكون أو كيلو ماكسيموم اللي راح يكون هو المي اللي راح يجمعه بعد ما رجع يأكل بشكل طبيعي. شربة العدس بنظام الأكل، حسيت أنه كثير بنحك من الوزن، رح أرجع مرة تانية أعمل رياضة ورح أشرب مي كتير. مش هيك كل بعد ساعة تمانية أنا بدير بالي على أكلي، بس هلأ صرت بدي ركز على الرياضة أو المشي أو أنا بالنسبة لي لازم أغير في نمط حياتي شوية بالنسبة للرياضة، لكن قررت أني دايماً أروح السوبر ماركت وأخذ لي أشياء low fat.